هي ضربه، النصف دائري هي ضربه جانبيه نصف دائري تستعمل بشكل كبير في التايكوندو، وهي تستعمل تستطيع تقول 70-80% في المباريات وفي التدريبات. اعطيكم فكره ايش هذه الضربه. وضعيه الاستعداد تطلع الركبه مهنيه، ومن المهم جدا تطلع الركبه مهنيه والقدم للخلف، وبعد ذلك تضرب ضربه داخل. ركز على منطقه الوسط في البدايه التدريب. هذه الضربه اللي نصف دائريه جانبيه مهم جدا انه يضل جسمك فوق، ما تنحني لاسفل، لان الانحناء لاسفل يفقدك التوازن، خلي دائما جسمك للاعلى والضربه تكون صحيحه. الضربه من القدم من اعلى القدم من اعلى القدم حتى تكون الضربه في العظمه اللي هي فوق القدم. من التدريبات الجيده حتى تدرب عليها بطريقه جيده انك تاخذ وضعيه الاستعداد المريح وتضع يديك عند صدرك، تثني ركبتك اليمين وتضرب جانب، تضرب جانب، نفس الشيء الجهه اليسار تثنيها وتضرب جانب. هذه بتساعدك انك تقوي الخصر بحيث انه تكون ضربتك قويه، وبتساعدك كمان بممارساتك الاخرى الان سنقوم بتطبيقات في هذه الحركه حتى نشوف كيف هذه الحركه تكون ناجحه في التدريبات. من التطبيقات اللي تستعمل التدريبات الخاصه في الضربه الجانبيه النصف الدائريه ان الضرب على المنطقه وبالقدم بالمنتصف. حتى تستفيد من طريقتك في النزال وفي الحركة.